هذا وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البرلمانيين المصري والقبرصي، كما أعرب أيضا عن تقديره لقبرص لدعمها للجهود المصرية المبذولة لمحاربة الإرهاب. أود أن أعرب اليوم عن تطلعنا إلى تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية بين بلدينا للارتقاء بالبعد الشعبي للعلاقات المتميزة بين مصر وقبرص، وهو الأمر الذي لمست اهتمام مجلسكم الموقر به خلال لقائي مع الرئيس السابق لمجلس النواب القبرصي أثناء زيارته إلى مصر في أبريل 2016. السيدات والسادة، تمر منطقة شرق المتوسط بفترة من عدم الاستقرار نتيجة مجموعة أزمات متلاحقة ومتشابكة، حيث تسببت الأوضاع في سوريا وليبيا في موجات غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية، كما نتج عن هذه الأزمات تزايد قدرات وأنشطة العناصر الإرهابية، بما يضع علينا جميعا مسؤولية كبيرة للتأكد من تحقيق الحماية اللازمة والواجبة لشعوبنا من هذه الأخطار، باعتبار الحق في مقاومة الإرهاب أحد أهم حقوق الإنسان، حيث لا يمكن تحقيق تطلعات الشعوب نحو المستقبل الأفضل دون تأمين حقهم في الحياة الآمنة أولا. وأود أن أنتهز تلك المناسبة لأعرب للشعب القبرصي عن تقديرنا العميق لدعمه لمصر في حربها ضد الإرهاب.